فلنجمع ما معنا من الأصداف. فكرة رائعة. مرحبا يا صديقي. أهلا أزرق، جئت في الوقت المناسب. ما رأيك أن تساعدنا في جمع هذه الأصداف؟ كنت أود السباحة، ولكني سأساعدكما أولا. حسنا، لقد جمعت 29 صدفة. وأنا جمعت 21 صدفة. هيا نجمع الصدفات الموجودة في منزلة الآحاد أولا. وأنا جمعت 21 صدفة. هيا نجمع الصدفات الموجودة في منزلة الآحاد أولاً. 9+1=10. ولكن لا يجوز وضع 10 في منزلة الآحاد، ولذلك ننقلها إلى خانة العشرات، وتزيد منزلة العشرات 10 واحدة، ولدي 4 عشرات، فيصبح لدينا 5 عشرات. إذن 29+21. نجمع الأرقام في منزلة الآحاد. 9+1=10، وعشرون زائد 20=40. إذن يصبح المجموع 40+10=50. هذه هدية مني لكما. شكراً يا أزرق، ما أظرفك. فلنرى ما بداخل الصندوقين. واو، يوجد في الصندوق الأول 37 لؤلؤة. هيا نفتح الصندوق الثاني. يوجد في الصندوق الثاني 36 لؤلؤة. فما مجموع اللآلئ في الصندوقين؟ نجمع اللآلئ في منزلة الآحاد، ونجمع اللآلئ في منزلة العشرات كما يلي. ويمكن تمثيل العملية على خط الأعداد، بحيث أبدأ من العدد 37 وأتحرك 30 خطوة لأصل للعدد 67. يبقى 6 من 36، فإذا تحركت 3 خطوات أصل للعدد 70. يبقى 3، أقفزها لأصل للعدد 73. لدينا 50 صدفة، وأنا أحتاج ل26 صدفة لتزيين صندوق مجوهرات، فكم صدفة ستبقى؟ لدينا 50 صدفة، 0 في منزلة الآحاد، أي لا يوجد صدف في منزلة الآحاد، و5 عشرات في منزلة العشرات، سينقص منها 26 صدفة، أي 6 صدفات في منزلة الآحاد و10 في منزلة العشرات. إذن نريد أن نحسب 50+26=. يمكن أن أطرح العشرات أولاً. 50+20=30، ثم أطرح من الناتج 6، أي 30+6=24. إذن يبقى لديك 24 صدفة. الجمع والطرح مع أزرق ممتع ومفيد، ولكن أين هو؟